مرحبا بالجميع في هذا الشرح الثاني الخاص بمتحكم الـ USP8285. في هذا الشرح سنتعرض إلى كيفية استغلال بروتوكول الـ HTTP لبناء خادم على المتحكم. هذا الخادم يستقبل الـ Request ومن ثم يطبع الـ Response ويقوم بإطفاء وإشعال الريلاي أو القاطع الإلكتروني. أول شيء تقومون به هو التأكد أنكم على البوردة الصحيحة وهي جينيريك USP8285. فإذا لم تكونوا تتوفرون على هذه البوردة بعد على IDE الأردوينو، تذهبون إلى Preference، إضافة رابط البوردة هنا، ومن ثم الذهاب إلى بورد مانجر وتنصيب هذه البوردة. تأكدوا أن الريسيت ميثود فهي نود ام سي يو، وسرعة التحميل فهي 115/200 بالنسبة للسيريال كونسول، والبور هو ديف تي تي إغريك يو اس بي 0. فمثال خادم الويب هو مبني على أحد الأمثلة الموجودة في إكزامبل. تذهبون إلى USP8266 ويب سيرفر، هلو سيرفر هذا الكود، وتقومون بكوبي كولي لهذا الكود، وهذا ما قمت به. فقط الشيء المغاير هو وضع دالتين، دالة on ودالة off. فدالة on تقوم بإشعال جميع البين، ودالة off تضع high على جميع البينز، فهاي تقوم بالإطفاء ولو تقوم بالإشعال. ومن ثم إضافة هذه الدالة على handle on، فhandle on تطبع في الresponse on، ومن ثم تناجي على هذه الدالة التي تقوم فعلا بإطفاء الريلاي. ما عليكم سوى تحميل هذا الكود على المتحكم لكي نقوم بتجربته. فهذا الكود هو مرفق في صندوق الوصف مع كود الدرس السابق. اوكي، بعد الانتهاء من الحرق ندخل على سيريال مونيتور ونضغط على زر ريسيت مرة أخرى على البوردة. يتم ربط المتحكم بالواي فاي وأخذ هذه الأدرس اي بي من خادم HTTP. ففي هذه المرحلة فنحن نتوفر على خادم ويب على المتحكم. عند الدخول ل slash off فإنه يقوم بإطفاء الريلاي، وعند الدخول على on يقوم بإشعال الريلاي مع كتابة حالة الريلاي هنا. وأترك لكم فرصة إضافة status، تضيفون هنا status بهذه الطريقة، تضيفون server on status handle status، و status تقوم فقط بإرجاع JSON مثلا D1 on، D2 off بهذه الطريقة. قوموا فقط بقراءة حالة البين وإرسالها. أترك لكم فرصة إضافة هذا الشيء. يمكن أيضا إشعال وإطفاء الريلاي من شيل باستخدام تعليمة كورل كما تسمعون. بهذه الطريقة نكون برمجنا تطبيق سهل جدا وسريع
هي التحكم في الريلي عن طريق ال HTTP. مثلا في حالة إذا كنا نريد الدخول لهذا الريلي من خارج الشبكة، تذهبون إلى جوجل وتكتبون What's my IP، فهذه فقط إضافة وليست لها علاقة بمضمون هذا الدرس مباشرة، أحببت فقط إضافتها. تدخلون على إعدادات المودم، تذهبون إلى Advanced Not Forwarding Virtual Server ونضيف سأسميها ريلاي توتوريال، فالبور الخارجي هو 9090 والانترنال اي بي هي 1212 والانترنال بور ستكون هي 80. اوكي، الان نقوم باستبدال الادرس اي بي المحلي بالادرس اي بي بابليك، والبور فهو 9090 كما تسمعون، فالريلاي فهو يشتغل. بهذه الطريقة استطعتم التحكم في الريلاي من خارج الانترنت، ولكي أؤكد لكم هذا الأمر سأدخل على أحد الخواجيم وسأقوم بأون من خارج الشبكة المحلية. كما تسمعون فالريلاي اشتغل من على الخادم. وجب فقط إضافة security، مثلا basic authentication، تضيفون يوزر نيم وباسورد لهذا الخادم لكي لا يعبث شخص بالمتحكم، فقد يكون هذا الريلاي مربوط لآلة كهربائية أو شيء مهم، فوجب إضافة سيكيوريتي. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بكيفية استغلال بروتوكول HTTP للتحكم في الريلاي عن بعد، وشكرا.